هاي اليوم رح نكون عم نشتغل كتاف، يعني رح نشتغل around 5 exercises للشولدرز و as secondary muscle رح نشتغل triceps. So let's start أول شي بالwarm up. As usual مثل ما حكيتين قبل إنه الwarm up هو شي كتير مهم كرمال تنحرك سرع البلاد فلو بالجسم كرمال تما نصاب بإنجوريز. So let's start. أول شي رح نبلش بالrun in place تيسرع الدورة الدموية بالجسم. Okay, 3, 2, 1. بما أنه رح نشتغل shoulders اليوم رح يكون أكتر شيء الديناميك warm up طبعنا هو للكتاف. So رح نبلش بالshoulders rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 1, 2, 3. عم نفتح إيدينا لورا قد ما فينا. 5, 6, 7, and 8. هلا shoulder twist. عم نحط ايدينا فوق بعضن. We push لورا قد ما فينا. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 8. هلا ايدينا بهيدا الشكل تكرمال نعمل ورم اب للكتاف بنطب ايدينا لقدام بهيدا الشكل وبنرجع لورا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so نحن هلا we are ready to start the first our exercise. Our exercise نحن بحاجة لدمبلز. هلا ما عنده دمبلز بقدر يجيب أناني ماي صغار مش مهم بس مهم يكون الاكسرسايز عم بنعمل بالتكنيك الصح. Okay, أول شيء رح نبلش بأول exercise اللي هي تي ريز بهذا الشكل. سو عم نطلع بإيدنا لقدام وجهنا إيدنا ممدودة على الآخر تنحرك العضلة الأمامية بالكتاف. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. ناخد نفس مظبوط نحن عم نتمرن أهم شيء التنفس يكون مظبوط. 7 and 8. ناخد 5 second rest قبل ما نفوت بتاني exercise للشولدرز. 3, 2, 1. اوكي تاني exercise هو كمان رح يكون للعضلة الأمامية بس بغير طريقة، يعني ايدينا رح يكونوا بهيدا الشكل وعم نطلع بالايدتين لقدام وجهنا وبننزل على مهلنا. اوكي سو 1, 2, 3, 4. ايدينا ممدودين على الاخر. 5, 6, 7, and 8. تمام ناخذ 5 second rest، يعني احنا هلا صرنا عاملين 2 exercise للعضلة الأمامية بالكتاف. هلا we need to hit the middle muscle بالكتاف. So 3, 2, 1. اوكي. So ثالث حركة رح تكون ايدينا بهيدا الشكل اللي هي بنطلع بايدينا بهيدا الشكل لفوق وعم ننزل لحد ايدنا. So قد ايه بنرجع ايدينا لورا قد ايه بنكون احنا isolating الكتاف. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay.
5 second rest كمان. لما ننتقل للعضلة الثالثة بالكتاف اللي هي بتجي بين posterior muscle والميدل muscle. اوكي 2 1 ليتس جو. اوكي هلا الحركة نحن بحاجة كرمال نكون طابين ظهرنا بهيدا الشكل، ظهرنا جالس، ايدينا بهيدا الشكل حد اجرينا وعم نطلع لقدام. سو بهيدا الشكل we are pushing لقدام. عم نعمل روتيشن لقدام. 3 4 5 6 and 7. ناخذ 5 second rest. اوكي سو نحن وي ار هيتينج ثيرد ماسل بالكتاف والعضله الخلفيه. هيك بنكون نحن عملنا اولموست كل عضلات الكتاف. اوكي هلا تنقدر نصيب العضله الخلفيه كمان سيم بوزيشن، ايدينا بهيدا الشكل بس عم نفتح على جنب. يعني نحن ما قبل كنا عم نفتح لقدام، هلا نيد تو اوبن بهيدا الشكل. 1 2 3 4. قدام نبطئ الاكزرسيس قدام ناخذ نتيجه احسن. صوت 5 6 7 and 8. 5 second rest. اوكي سو عملنا posterior muscle. هلا بضل عندنا السايد، بنقدر نصيب السايد مسل. بدنا يكونوا جالسين بهيدا الشكل ونعمل lateral raise. سو ننطلق من هاي البوزيشن من هون وعم نفتح ستريت. 2 3 4 5 6 7 and 8. 5 second rest. نحن هيك اشتغلنا كل عضلات الكتاف، رح ننتقل على السكندري ماسل لليوم اللي هي الترايسبس. سو كرمال حركة الترايسبس نحن بحاجة نكون نايمين على الأرض أول اكزرسايز رح يكون ايدينا بهيدا الشكل وعم ننزل لقدام وجهنا وعم نتفش لفوق. سو ايدينا بهيدا البوزيشن عم ننزل لحديت قدام وجهنا and we push لفوق. 2 3 4 5 and 6 7 and 8. 5 second rest. ما ننتقل للحركة الثانية. 2 1. اوكي ثاني حركة رح تكون ايدينا بهيدي الشكل وعم ننزل ستريت لحد لقدام وجهنا. سو 2 3 4 5 6 7 and 8. ناخذ 5 second rest. اوكي اخر حركة لليوم رح تكون هيدا الشكل. سو نحن بحاجة لدامبلز وعم ننزل بهيدا الشكل لهون وعم نفتح. 1 2 3 4
5 6 ثاني ايد كمان ايدنا جالسة وعم ننزل بس بهيدا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي وهيك نحن بنكون اشتغلنا شولدرز وترايسبس وخلصت حلقتنا لليوم. Hope you enjoyed it. Stay healthy, stay safe, and see you in the next session. Bye.